بدك خبرك خبريه كلها. هون عم بتشوف هيدي الدستيلري مثل ما محطوط المبيد اللبناني على الورد ماب اوف واين، عم نحط هلا الجن اللبناني على الورد ماب اوف جن. كنا نعمل كتير هايكينج بمنطقه الهرمل، اكتشفنا في شيء اسمه جونيبر بيريز بلبنان، وهي جونيبر باس تبع الجن. حيلا سبريت تنقدر نسميه جن لازم يكون فيه جونيبر بيريز. اذا ما في شيء اسمه جونيبر سو ما بيكون اسمه جن، بتكون فليفرد فودكا. هيدي عم تشوفها الدستيلري هون وخزاناتها وراها، هيدي هي هلا مثلا تقدر تشوف عم بيتصنع فودكا اليوم بقلب الدستيلري. وقت اكتشفنا انه في عنا the perfect juniper berries trees بلبنان. الجونيبر اللبناني تبعنا كثير بوتنت وكثير اويلي وكثير بطاعم. So اخذنا small batches وبلشنا نعمل our homework لطلع عنا the best gin. ممنوع تصدر اصلا اذا ما كان كواليتي تبعك ظابط لانه بتقطع لاب واناليسيس الديستيليشن. كل ماستر ديستيلر بيقرر شو التيست اللي بده ينعمل. ليبانيز جن وفودكا في كثير عالم صارت عم تستعملها لعده اسباب. اول شيء لانه عم بلاقوا انه برايسينج تبعنا عم بيكون كثير منيح كومبتيتيف، ونحن بلبنان وي ديد ات. يعني اليوم نحن اثنين او ثلاثه ديستيلريز من الاوائل اللي عملنا بلبنان جن. اثنين التيست عم بيكون كتير منيح والناس بلشت تتراست كمان اللوكال برودكت. So كل أكيد export is the focus هلا باستراتيجي تبعنا. So the future of the three brothers هو الحلم تبعنا انه نوصلها قد ما فينا markets around the world. جاتا جن اللي منصنعها نحن our brand استعمل فيها 10 different botanical ingredients. وقت رجعنا على رشمية رجعنا الجن generation young إذا بدك على الضيعة. لأن احنا we do our own distribution, we do our own marketing, our own photography, كل شيء in-house. نحن عم نشحن أكيد أنينة، عم نجيب botanical ingredients نستعملهم بقلب الجن تبعنا. وقت فتحنا الفانيو سبيشالي صرنا نشجع العالم اللي بتطبخ مالي سناكس، صرنا نجيب من عندهم اكل، اللحام بنجيب من عنده للباربيكيوز تبعنا، الشباب اللي قاعده هيك ما عندها شغل بالصيفيه او هيك بنشغلهم بيجوا ويترز او بيجوا بيساعدونا بالديستيليشن. كل ما تكبر البرودكشن بتكبر الديبارتمنت، كان بالفاكتوري بالديستيلري ولا بالديستريبيوشن تيم ولا بالماركتينج تيم ولا بالكرييتيف تيم. في سايكل اليوم عم نشتغل عليه، عم نركبه عم نكبره، وهيدا اكيد اتهيلثير للبلد من انه بس واحد يطلع على باله براند بيحمل حاله وبيشحنها على البلد لهون. ست ماتيلدا اول وحده بلشت، وبعدين اجت ست جديات هول على اسامي ستنا انا وشادي، لانه سته كانت تعمل حرير هون. ليك انا بكوت كنت من الاول موجود. نحن اول شيء وي ار براود وذ كوت تو بي ا كوت ممبر. اليوم عم نكون عم نعمل كونكشن، عم ينعمل كونكشن بين هدول الناس اللي كل يوم عم بيعملوا انوفيشن بالبلد او عم بيشتغلوا للبلد ان كان بالصناعه او بالزراعه. كوت فتحت لنا كثير بواب حلوه ككوميونيكيشنز وورلد وايد انترناشونال، هون نتعرف على بعض مع كثير شركاء نتعرف ما كنا نعرف بعض، كمان بيعملوا بريميوم برودكتس. عم نستفيد بشكل عام من انه وير جيتينج كونكتد لبعض. يعني كلاسترينج از انه تو ميت اند تو دو سم بي ار اند تو هيلب ايتش اذر، سو اتس فيري امبورتنت. وكثير حلوه الكوميونتي انه بلبنان نجرب دائما نساعد بعض. سو كود كانت هي اللي بتعمل ميرج بيناتنا وبين اللي ممكن يسهلوا لنا كمان التصدير. سو وي اول فولو ايتش اذر اند وي اول هيلب ايتش اذر سبورت ايتش اذر. ذس از هاو وي هاف تو جرو يعني لبنان.